جماعة أرجوكم يعني بلاش كلور، نخاف على نفسنا ونحافظ على نفسنا. أنا في البيت بيت فيه ناس ما حدش فيهم مريض، أنا لا عايز كلور ولا عايز أي حاجة خالص، أنا بكتفي بالمية والصابون لمدة 20 ثانية. مية وصابون ونستحمى. ونستحمى طبعا كل يوم. عايز أقول حاجة حضرتك، لأن السؤال ده شغل جديد خالص، موضوع الموبايل. الموبايل والآيباد. لان فعلا في ناس كتيره بتسال هل الموبايل والايباد بينقلوا فيروس كورونا ولا لا. ايوه بينقل الفيروس. الدراسات الجديده لقوا ان الفيروس بيقعد ايام على سطح السطح الزجاجي. فبالتالي الموبايل ممكن ينقل الفيروس. طب انضفه ازاي بقى؟ وبعدين كمان قبل ما انضفه ازاي، اذا كان الموبايل بتاعي انا لوحدي في البيت وانا ما بخرجش فما فيش فيه مشكله، انما لو انا بخرج وبشتغل وممكن حد يلمس الموبايل او كده، هنا لازم اطهره. تطهير الموبايل والايباد حاجه سهله جدا، يا اما بالورق اللي هو المبلل ده اللي هو الوايبس اللي فيه كحول. وايبس بس؟ وايبس فيه كحول مش الميه. وايبس الوايبس فيه كحول، امسحه خفيف كده ما فيش تعليق، او لو معيش وايبس قطنه قبلها بالكحول اللي هو 70% الايثيلي ومغرق، يعني تبقى بس فيها بسيط، وامسح الموبايل من بره ومن جوه. لكن ما رشوش بسبراي، يعني ما اجيبش كحول اللي في الازازه سبراي وارش كده. لا ده انا بغرقه. هيبوظ. انا بحط عشان احطه في الكحول. هو هينزل مش هيطلع تاني. برش كده في كل حته في كل جانب. ما نرشش الكحول كده على الاجهزه الكهربائيه خالص.